previously called acute renal failure, but nowadays it is called acute kidney injury. يعني سابقا بالكتب القديمة بالبحث القديم تلقى acute renal failure. هسه بالجديد ترى ماكو acute renal failure. Acute kidney injury, AKI, 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 acute kidney injury. What is acute kidney injury? By definition, acute kidney injury is an abrupt decrease in renal function which develop over a period of days or weeks and usually accompanied by reduction in the urine volume and retention of nitrogen waste product, blood urea and serum creatinine. فإذا عندي بالديفينيشن إنه أكو الديوريشن period of days to weeks and usually there is a reduction in urine أو urea يعني with retention of nitrogen waste product. إذا عندي ثلاث شغلات, there are three dimension, there are three cornerstones for acute kidney injury اللي هن الديوريشن والسكند الاوليجوريا والثيرد الريتينشن اوف نيتروجين ويست برودكت. طبعا هذا الديفينيشن خلينا نكون واسع كلينيكلي, كلينيكلي احنا على مود نقرر انه هذا المريض عنده اكوت كيدني انجري لو ما عنده, هذا الحكي اللي راح احكيه ما مكتوب بال يعني ما موجود له سلايد بالمحاضرة. To say that this patient has acute kidney injury, there is should be one of the following. أما عندك زيادة بالسيرم كرياتينين 0.3, زيادة بالسيرم كرياتينين increase in serum creatinine 0.3 over 48 hours. مريض دخل اليوم الكرياتينين مالته 0.9, خلال 48 ساعة الكرياتينين مالته صار 1.4, يعني زاد أكثر من 0.3, هذا معناها أكيوت كيدني إنجري. هذه الاحتمالية الأولى. الاحتمالية الثانية, لا, there is an increment in serum creatinine more than 1.5 times, أكثر من مرة ونص, within a week, خلال أسبوع واحد الكرياتينين صعد أكثر من مرة ونص, هذا نسميه acute kidney injury. أو there is a reduction in urea creatinine, العفو, reduction in urine output of less than 0.5 ml per kg per hour for the last 6 hours. إذن إحنا acute kidney injury لازم تتحقق واحدة أو أكثر من هاي الثلاثة على مود هذا acute kidney injury. أرجع أقولهن لأن ما مكتوبات بسلايد, ما موجودات بالسلايد, أرجع أقولهن, نقول لمتى إحنا نجي, هذا الكلام حلو, الديفينيشن حلو, abrupt decrease in the renal function developed over a period of days to weeks, usually accompanied by reduction in urine volume and retention of nitrogen waste product. هذا كلام طبيعي مفهوم حلو, بس من أريد أطبق كواقع حال على مريض ربما يصير اختلاف بيني وبين زميل آخر. فلهذا السبب أكو كرايتيريا to diagnose acute kidney injury. هاي الكرايتيريا ارجع اعيدها مره الله لانه قلت ما مكتوبه, انه زياده بالسيرم كرياتينين 0.3 اوفر 48 اور, خلال 48 ساعه السيرم كرياتينين زاد اكثر من 0.3, هاي خلاص صار هذا acute kidney injury. او مره ونص 1.5 times of the baseline within a week, هذه همين وحده. الثالثه, لا, there is a decrease in the urine output, oliguria, for more than 6 hours.
يجي مريض مثلا عنده اوليجيوريا او عنده حتى لو انيوريا واربع ساعات صار له ما مطلع يورين، هذا ما نقدر نعتبره اكيوت كيدني انجري. اذا انا عندي ديوريشن وعندي باراميترز احسب عليها الاكيوت كيدني انجري ديفينيشن. من وراء الديفينيشن هو ترى يعني انا اكثر من مره واكثر من مرحله حاجينها، ترى الميديسين يا جماعه يا شباب يا شابات، ترى كلمه شباب تعني الولد والبنات، ميديسين is so easy is so simple and it is pleasureful it is fantastic subject. من تقرا باطنية متعة، ترى مو يعني هي مو قضية تعصب للسبيشاليتي مالتنا، بس هي فعلا متعة. ثانيا للأسف القسم يضخموها، لا هي مو ضخمة. أنا كل اللي أريده من عندك إنه diseases تعرف لي definition، تعرف لي causes، clinical feature، investigation and treatment. That's all. لا تروح تتوسع لي الشغلات الرير والديتيلز والكذا. إحنا في مرحلة البكالوريوس هذا يكفي، هذا يكفي. definition، causes، clinical feature، investigation and treatment. لا تروح زايد بالرير كوي subject والrare cases والdetails اللي أكثر من اللازم. هسه إذا يحب واحد يتوسع ما عندي مانع، هذا شيء that's good، but خلي واحد يعرف من عندنا زين. أنا كلش مهم عندي إنه مريض يجي للطوارئ ومن يستقبل الطبيب المقيم ويخابرني يقول لي دكتور هذا عندي مريض صار عنده acute kidney injury. أنا أفتهم acute kidney injury معناها عنده أما سيرم كرياتينين زيادة أقل من 0.3 خلال 48 ساعة أو 1.5 fold increase within a week or there is oliguria that lasting more than 6 hours. طبعا إذا أكثر من هذه راح يدخل، وإحنا الأكوت كيدني إنجري إن جنرال الحقيقة they classify into acute stages بالأكوت كيدني إنجري اللي هي stage 0 when there is no acute kidney injury. stage 1 لما اكو تقريبا 1.5 increase in the fold increase in the serum creatinine oliguria lasting more than 6 hours lasting more than 12 hours stage 1 more than 6 hours. بس لما يصير 2 fold راح يصير stage 2 لما يصير increase بالserum creatinine more than 2 fold لا هذا صار stage 2 وال اور اند اور اوليجوريا مور ذان 12 اورز. الستيج 3 لا ايذر كرياتينين مور ذان 3 فولد اور سيرم كرياتينين مور ذان 4. هذا من قاع يعني بعد الستيج 3 يعتبر اذا مور ذان 4 سيرم كرياتينين اوليجوريا مور ذان 24 اور اوليجوريا مور ذان 24. قبل ما نبدي بال acute kidney injury presentation نحكي عن الكوزز. الكوزز of acute kidney injury divided subdivided according to its anatomical position either pre-renal, renal and post-renal. Pre-renal لما يصير عندي absolute decrease in the effective blood volume. Absolute decrease in the effective blood volume مثل hemorrhage, burn, diarrhea, vomiting. هذه pre renal. أو مرات مو there is decrease in the effective blood volume but it is relative. يعني total fluid is not decreasing. مثل ما يصير بال congestive heart failure, بالsepsis, بالanaphylaxis, or sometimes due to arterial catastrophe, يعني vascular catastrophe, mainly arterial occlusion. هذه ممكن تصير pre-renal causes of acute kidney injury. الحقيقة الشيء المهم الثاني اللي هو renal causes. renal causes mainly هو acute tubular necrosis, acute tubular ATN. وال ATN يصير either due to the ischemic insult or nephrotoxic insult. ischemic insult when there is prolonged hypotension.
فراح يصير اسكيمي. Nephrotoxic insult could be either exogenous nephrotoxin or endogenous nephrotoxin. Exogenous nephrotoxin mainly drugs on top aminoglycoside, amphotericin B, contrast agent, amphotericin B antifungal, aminoglycoside antibiotic. الكونتراست ايجنت يعني الصبغة، واللي جاي نشوف من عندها الآن كثير بمرضى القلبية حقيقة، برا ما يسوي قسطرة يجي عنده نسميه contrast nephropathy due to the exogenous nephrotoxin. endogenous nephrotoxin or endogenous substances اللي تكون nephrotoxic هنا مني الهيموغلوبين، الميوغلوبين، اليوريك أسيد، البكتيريال توكسين، هذه endogenous. other causes renal causes of acute kidney injury were acute interstitial nephritis and acute glomerulonephritis. acute interstitial nephritis and acute glomerulonephritis. واحنا حكينا بهذه الجلوميرولر وذي كنا نجلوميرولر، وحكينا بوقتها من كنا نجي نحكي على المرضى الجلوميرولر والنانجلوميرولر نقول بالاكيوت جي ان والاكيوت انترستيشن نيفرايتس نقول there is maybe some deterioration of the renal function. البوست رينال كوزز اوف اكيوت كيدني انجري هي مين لحقيقه او ستركتيف يوروباثي مثل ما يصير بال ونفر في ريجن اوبستركشن، او قد يكون ديو تو ذا بلادر نيك اوبستركشن. بلادر نيك اوبستركشن بعد ما خلصنا الكوزز اوف اكيوت انجري اكيوت كيدني انجري، الان نجي نحكي عن الكلينيكال برزنتيشن اند ايفالويشن. clinical presentation and evaluation. بالبداية أقسم الأكيوت كيدني إنجري into two major entities clinically. either clinically الأكيوت كيدني إنجري either due to reversible pre-renal acute kidney injury or irreversible renal damage. اللي يسميه established acute kidney injury أو established. Reversible pre-renal acute kidney injury or acute renal failure usually occur when there is a marked hypotension and sign of poor peripheral perfusion. Usually there is a postural hypotension. With postural hypotension, نقصد بي there is a fall in the blood pressure more than 20 over 10 millimeter mercury. Could be there is an evidence of the underlying cause, but sometimes concealed blood loss can occur. Example in GI bleeding and pelvic fracture. Pelvic fracture يصير maybe or حتى femoral fracture مرة. Fracture femur أو pelvic fracture. Maybe there is a loss of up to 3 letters والمريض ما مبين عليه ما طالع عنده ماكو نزف من برا. أو GI bleeding sometimes. سميها concealed blood loss. Usually there is a metabolic acidosis and hyperkalemia, significant oliguria with concentrated urine, elevated blood urea level with no or minimal increase in serum creatinine elevation. The blood urea over serum creatinine ratio more than 40 with low urine sodium. يعني يصير sodium retention. It is less than 20 milli equivalent per liter sodium bilirubin أقل من 20. فمن يجي هيك مريض ايش راح يصير عندنا المانجمنت هنا can be established and correction of underlying cause. نصلح ال underlying cause الكوز مال ال اللي أدى مثلا يعني مثل كسور نصلح الكسر bleeding نوقف bleeding whatever. إذا patient is hypovolemic we should restore blood volume as rapidly as possible with blood, plasma or even normal saline if it is not present. شوف ال restoration إحنا acute kidney injury قلنا لازم ما يعبر لازم على الأقل يعبر 6 ساعات. فكثير من دول المرضى if we are corrected within 6 hours everything returns back to normal.
vital sign monitoring and central venous pressure monitoring is important. Correction of metabolic acidosis. How we correct metabolic acidosis? أهم نقطة قبلها restoration of blood volume. الهايبوفوليميا you should correct hypovolemia. أول نقطة وأهم نقطة بالcorrection للميتابوليك أسيدوسيس هي by correction of hypovolemia. And then using of isotonic sodium bicarbonate. عادة sodium bicarbonate given in a dose of 1 ml per kg per day. If the treatment given is sufficiently early, renal function will improve and rapidly and return back to normal. But in some cases where the treatment is ineffective, renal failure may become established, which is the second. أنا بس آسف شوية. Correction of acidosis by restoration of the blood volume. Isotonic sodium bicarbonate may be used. If the treatment given sufficiently early, renal function will improve rapidly. But in some cases, the treatment is ineffective and renal failure become established. ذولا اللي يسوي له correction يرجع normal. اللي ما يسوي له correction يصير established renal failure. فمن يصير establish renal failure ايش راح يجي المريض؟ ربما المريض يجي feature of the underlying cause trauma, sepsis, واضح. And there is alteration in the urine volume usually started as oliguric phase followed by polyuric phase which carry better prognosis and may indicate regeneration and recovery from ATN. المريض من يبدي polyuria احنا نفرح حقيقة. والبروغنوسيس related to the duration of oliguria. كل ما زادت الـ duration of oliguria كل ما كان poor prognosis. الريكفري return back يجي المريض اهل المريض يقولون يرجع طبيعي لو ما يرجع طبيعي تعتمد على ايش قد بقى oliguria. يعني لو oliguria اذا less than 24 hours there is a high chance of return back to normal. في حين oliguria اذا lasting more than 3 weeks there is a very poor chance to return back to normal. GIT symptom حقيقة هي early uremic symptom عادة GIT and the most common and early is anorexia, nausea, vomiting and hiccup. Neurological manifestation, drowsiness, apathy, confusion, sometimes fit, muscle twitching and even coma. من يصير كومن نسميها يوريميك انكفالوباثي. كارديوفاسكولار فيتشر ممكن ان يجي المريض عنده بريكاردايتس اريثمي. الاريثمي may be due to the uremia itself or as a result of electrolyte disturbance. الالكترولايت and metabolic abnormalities تشمل mainly on common هو الهايبركاليمي particularly with massive tissue breakdown or hemolysis. ECG changes من الهايبركاليميا نستفاد منها كثير مرات حتى اسرع من ال serum level by tinted T wave, absence of the P wave, wide QRS complex and sine wave. هذه اذا مدعومه بالليفيتد serum بوتاسيوم بعد تصير definite diagnosis of hyperkalemia. Metabolic acidosis common delusional hyponatremia, hypocalcemia, and hyperphosphatemia. Calcium يقل والفوسفات يزاد. هذه أهم electrolyte changes. Maybe there is increase in the respiratory rate due to acidosis. وصير كوزمول بريف نعرف نسميها. Pulmonary edema or respiratory infection. Anemia may present due to the excessive blood loss or it may indicate acute exacerbation. عادة الانيميا مو فيتشر اوف acute kidney injury. بس اذا لقيناها معناها اما اكو severe blood loss او هو هذا المريض اصلا هو chronic وهذه acute exacerbation
of CKD or chronic renal failure. Severe infection may complicate acute kidney injury due to decreased immunity. Evidence of volume overload in form of bilateral leg edema, pulmonary edema, and pericardial effusion may be present. هذه اهم برزنتيشن. احنا ايش راح نسوي للمريض اللي يجينا او الاكيوت كيدني انجري؟ هذا السؤال على مود نجاوبه يحتاج انه احنا ان عندنا ابروتش للمريض او الاكيوت كيدني انجري. انا افضل ما نستعجل، الاسبوع القادم نحكي how we approach a patient with acute kidney injury. إذا أكو أي سؤال استفسار عن المحاضرة مالت اليوم we are ready.